اختي السلام عليكم الفاميله الاحباب الصحاب كلكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم جيت وجدت لكم الجديد، والجديد هو هذا اللي غتلقاوه هنا. شو الجديد هو هذا؟ يعني كانوا بزاف ديال الناس كيسولوني خويا وياسين واش كتعرف شي مكتب ديال الهجره يعني يكون معقول كونفيونس. اليوم تقريبا هذه اول مره كنديرها، وحتى تاكدت من هذا الموضوع اللي هو موضوع سوغورو كيف كنقولوا يعني كونفيونس عاده، درت لكم هذه الفيديوهات. وحاجه اخرى يعني كيف كتشاهدوا معايا الساكادو ديالي كانت فيه تريبي وبعض الامور الشخصيه ديالي، ديبلاسيت لكازا باش نقربكم من هذه الفكره ديال الهجره ديال كندا عن قرب. كي كديكم ديما اي معلومه ان شاء الله غادي نحاول نجيبها لكم، ولا كانت مثلا شي حاجه اللي فيها مصاريف ولا انا ما كنضربش حسبه، علاش هادشي كنديروا لكم نتوما ماشي ليا انا. انا الحمد لله مستقر خدام بخير وعلى خير. كي قلت لكم الجديد في هذا الموضوع هو واحد المكتب ديال الهجره كاين في كازا، محاميه هي عندها مكتب في كازا وعندها مكتب في كندا في كيفيك. الطريقه كيفاش كتواصل معها او كذا او كذا، كتواصل معها عن طريق سكايب. المهم غنخلي لكم الادريس ديالها، التليفون ديالها، العنوان والسكريتيرا ديالها. راه كاينه واحد السكريتيرا صراحه مشيت منها غير الخير، مؤدبه، ما كتعطيك وقت، كتعطيك وقت كتصنت ليك كتشرح ليك كتفسر ليك، هذا هو اللي مهم. من قبل كانوا كيسولوني بعض الاخوان من خلال التعليقات ديالهم، خويا ياسين كاين واحد المكتب في الرباط، كاين مكتب في كازا، كنت كنقول لكم انا لا، يعني لا، يعني انا ما كنعرفش مثلا شي مكتب. وربما واحد المره كان اتصل بيا شي واحد عنده شي مكتب ديال الهجره او مدير ديال شي مكتب ديال الهجره، صراحه انا التخوف ديالي انه يكون داك الشيء ماشي كونفيونس، ولا كان داك الشيء ماشي كونفيونس ما كنبغي انا حتى شي واحد يتصيد، او ما كنبغي انا حتى شي واحد يتلعب عليه او يلعبوا به يقاولوا. المهم الطريقه ديال هذه العمليه ديال هذا المكتب، حاجه وحده اللي عجبتني انا زوينه انه كلشي مسوغورو، يعني المحاميه في كندا عندها مكتب ديالها في كندا وعندها مكتب ديالها هنا. المهم واخا كنطيل عليكم شويه، ولكن الانسان راه خصو يصبر شويه، بغيت شي معلومه راه خصك تصبر عليها حتى توصل ليها، فهمتي؟ ما هذوك الناس اللي كيقول لك مثلا اخويا راه كطول، ولا لا اخويا كطول، خويا شتي الساكادو ديالي في داري في تريبي اللي انا حاطه دابا حدا المحطه ديال الترام، وقريب ان شاء الله من كازا فواياجور باش دابا نشد ان شاء الله نشد الترام. هذاك الشيء علاش يعني انا كندير واحد المجهود، وعلى الاقل اخويا ولا اختي تقدر ذاك المجهود ديالي وتقول با ياسين راه كيتكرفس معنا كيجيب لنا ديما معلومات جديده. حاول هذاك الكومونتير بلا ما دير شي كومونتير ناقص، حيت هما هذاك اللي كيدير كومونتير ناقص او شي وحده اللي كدير غير هي 0.1%، فهمتي؟ انا ما كنعممش، راه الكل شيء الحمد لله كيعرفني دابا، غير هو اللي بغيت نقول لكم الطريقه ديال الهجره. راه غادي ان شاء الله غادي نكون في الدار وغادي نكمل لكم هذا الفيديو، ونوصل ان شاء الله ونسارح ومن تما غادي